السلام عليكم أصدقائي، عواشر مبروكة، تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله. كما شفتوا في العنوان بونيسكات، الحمد لله توفقنا في بونيسكات الأصدقاء، ما خلصت ولكن المهم شديناهم. ما عندناش 13، ما حملش 13، قلت لكم غنستبعدوه، كنعتذر أصدقائي، ولكن دائما الأرقام اللي كنقول لكم كنستبعدوا هذا الرقم، عيقوا به وحطوه في احتمال اخر، يعني 7 حتى هو راه حتى الاخر ما طاف عذبته ودرت معاه لا باس ديال 6 7 1. العشرة ما بغاش يربح، العشرة جات 5 ايام تسقط في العشرة. اصدقائي هذا هو القمر، كنت من انتم تكونوا رابحين والله يسهل على الجميع. كنشكر الناس اللي كيتيقوا فينا وكيتيقوا في القناة والتوقعات ديالنا، وتبقى هادشي مجرد حظ، يعني الدراري ماشي ما يبقاش فيكم الحال، يعني لا خسر بنادم عادي، مرة غتخسر مرة غتربح، مهم هو التركيز. واصدقائي مرة غادي نطور في الشرح ونزيد نبين لكم اللعب ان شاء الله في الايام القادمة. إلى اللقاء بعد قليل الفيديو، انتظرونا.